الدبلوماسية الآن، حيث أعلنت الجزائر على لسان الوزير الأول عبد الملك سلال رفضها رسميا للشروط المسبقة التي وضعها المغرب للعودة للاتحاد الإفريقي والمتمثلة في خروج الجمهورية العربية الصحراوية منها. المزيد مع طاهر بنزين. لا شروط مسبقة من أجل العودة إلى الاتحاد الإفريقي، والصحراء الغربية عضو مؤسس فيه. هو رد الوزير الأول عبد الملك سلال على المغرب الذي طلب خروج الصحراء الغربية من الاتحاد قبل ترسيم رجوعه، مشيرا إلى أن الجزائر ليست لها أي مشاكل مع الجارة الغربية، وإنما ملفات ما تزال عالقة يستوجب فتحها لتطور العلاقات مستقبلا. احنا ما عندنا حتى مشكل مع الشعب المغربي ولا مع المغرب بصفة عامة، العلاقة الثنائية فيه ملفات لكن نعود نفتحها باش نواصل التعاون. مرحبا وسهلا باش واحد يطلب باش الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تخرج من الاتحاد، هذا غير ممكن، القانون ما يسمحوش. وما ننساوش باللي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي، فالمغرب يحب يدخل بدون شرط ما كان حتى مشكل. ومن جهته رئيس الدبلوماسية الجزائرية اعتبر أن طموح المغرب في الرجوع إلى الاتحاد الإفريقي مشروع ولا غبار عليه، مشددا في نفس الوقت على أن دخوله سيكون على أساس التزامه بكل متطلبات العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وإذا رغبت المملكة المغربية في الدخول إلى الاتحاد الإفريقي فعليها الالتزام بكل متطلبات العقد التأسيسي. محاولة السلطات في المغرب لي ذراع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي من أجل فرض وجودها من جديد يبدو أنه قوبل برفض المطلق من الدول المؤسسة للاتحاد على رأسها الجزائر، ما يحتم على المخزن الرضوخ لقوانين الاتحاد إن أراد العودة. كما أكد وزير الخارجية رمطلع معمر أن الجزائر لم تتأخر في الإعلان عن موقفها المدين تجاه انقلاب العسكري بتركيا، معتبرا أن الجزائر لها مبدأ ثابت يتمثل في إدانة كل محاولة للوصول إلى السلطة بطرق غير دستورية. فيما يتعلق بإفريقيا مثلا، هي قمة الجزائر سنة 1999 التي كرست إدانة الوصول إلى السلطة عن طرق غير دستورية. فالجزائر هي صانعة هذا المبدأ وطبقته بكل وفاء وبكل ثبات في القارة الإفريقية، وتعتقد أن هذا مبدأ أساسي في الديمقراطية ينطبق على تركيا وعلى غير تركيا.